هذا الرجل كان في العمل فبيلاحظ وجود عملة معدنية وبيحاول ياخدها، بس فجأة بنت صغيرة بتاخدها وبترفض تعطيه. فالرجل بيكون عنده مهارات سحر وخفة يد وبصير يبهر البنت في مهاراتها، وكان الرجل عنده موهبة كبيرة والبنت بتكون بتستمتع وهي بتشوف كيف بيخفي العملة المعدنية وبيطلعها في مكان تاني. وبيظهر ان حلم الرجل كان انه يقدم هي العروض على خشبة المسرح بس ما تحقق حلمه، وبيقرر يعطي العملة النقدية للبنت. وبعد عدة سنوات بيكون الرجل صار عجوز، ورح تنصدموا بس تشوفوا كيف البنت بس تكبر بترد الجميل للرجل، وزحب بين انكم تتعلموا حركات السحر وحركات خفة اليد مثل الفيديو. الكل يروح ويحمل هذا التطبيق، رح تلاقوا الرابط في اول تعليق مثبت. فهون بيوصل اهل الرجل بطاقة لحضور عرض مسرحي في الصف الاول، وفعلا الرجل بيروح، ولما بيدخل بينبهر بمهارات البنت في السحر. وبعد ما يقترب بيكتشف انها نفس البنت وبسببها حبت الخدع السحرية وكبرت وتعلمتها.